الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نستقبل هذه المجموعة من الاتصالات. نعم، تفضل أخوي سليمان. سليمان معنا؟ سليمان ولا راح؟ طيب شوفوا غيره. من؟ طيب طيب، حتى تصل الأسئلة ويصلح العطل أبدأ بذكر بعض الأمور المتعلقة بشهر رمضان المبارك. ذلك أن شهر رمضان هو ركن، أو صيام شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ويقول جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمقصود بأن أهل الإسلام مجمعون على وجوب صوم شهر رمضان، وهو الشهر الواقع بين شعبان وبين شوال. ولا شك بأن شهر رمضان صومه له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة، لعلنا نأتي إليها وعليها بإذن الله تعالى، ولكن نحرص على أن نأخذ يعني هذه الاتصالات التي تنتظر. نعم تفضل يا أم محمد. أم أيمن تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، حبيت نسألك على موضوع. أنا وزوجي شغالين الأمينية المنجلية. إيش أختي أم أيمن؟ الصوت مش واضح، بارك الله فيكي. أنا وزوج تاعي حاملين الأنيميا المنجلية. حابين إيش؟ حاملين للأنيميا المنجلية. حاملين الأنيميا. نعم. ونريد أن نرزق بصبي، ولكن الطبيب قال لنا أنه ممكن أن يكون هذا الصبي الذي تريدون أن تجيبونه حامل لهذه الأنيميا. نعم. أريد أن أعرف حكم الشرع في هذه القضية، هل أستمع إلى رأي الطبيب؟ طيب يا ميمن، أفوض أمري إلى الله. أريد أن أسأل عن مسألة أخرى. تفضل يا أختي. ما حكم قتل النمل؟ طيب، إذا كان ما يخرب البيت، إذا كان يعني كيف يفسد في البيت؟ يحدث مثل الرمل يوميا. طيب عندك سؤال آخر يا أيمن؟ لا شكرا يا شيخ. أهلا وسهلا أختي. أهلا وسهلا، تفضل يا أم محمد. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنت بخير يا شيخ. مرحبا أختي. شيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضلي. عندي ولد ابني صغير، هل الانسيال الفضة هل يجوز لي ولا ما يجوز؟ هل ايش؟ انسيال فضة، يعني اسورة فضة يلبسها في ايده. اسورة فضة؟ ايه اسورة فضة. كم عمره هو؟ عمره 10 أشهر. 10 أشهر. ايه. طيب السؤال الثاني، في كفتة اللي هي بتاع الجمال،
هل بعد الواحد ما يأكله يتوضى ولا ما يجوز عليه الوضوء؟ يوم كل واحد يعني متوضى ويصلي هل يجوز الصلاة ولا ما يجوز؟ طيب أبو محمد. السؤال الثالث الزكاة يطلع يعني البيزات أقل كم؟ أقل شيء يعني للبيزات الزكاة؟ هي طيب. يعني مثلا 5,000 10,000 3,000 4,000. طيب محمد أفصل لك إن شاء الله. أقل هي. وسؤال أخير لو سمحت يا شيخ. أيوة. أهالي الحامل تفطر في رمضان ولا ما تفطر؟ أبشر يا أم محمد تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا يا شيخ جزاك الله كل خير. أهلا وسهلا عفوا. تفضل يا حسين. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخوي حسين. الله يرضى عليك الله يبارك فيك يا سيدي. عندي سؤالين. السؤال الأول إيه؟ أنت أفتيت قبل يومين أو ثلاثة أيام موضوع الصوم في شعبان بعد نصف شعبان. إيه؟ تفضل يا حسين. ايوه فانت قلت على اساس انه بعد نصف شعبان يحرم يعني الواحد لما يصوم. نعم. انا يا طويل العمر صمت يعني من يوم الخميس الماضي يعني بعد نصف شعبان وصمت برضه امس واليوم وعلى اساس انه بصوم يوم الربوع بكره ويوم الخميس. والقصد من الصيام هو قضاء يعني وليس يعني حاجة اعتقاد نصف شعبان أو غير ذلك يعني لا بس اللهم قضاء. واضح يا أخوي حسين واضح أبشر إن شاء الله. نعم. هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني يوم الجمعة لما الواحد يدخل المسجد والخطيب يخطب أين الأفضل يعني يجلس يسمع يعني الخطبة أم يصلي ركعتين ثلث المسجد؟ طيب. ياك الأفضل أو ياك الأولى؟ أبشر أخوي حسين أبشر أبشر. بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. تفضل يا هدى. ألو تفضل يا هدى. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ إذا يعني إن شاء الله ورب العالمين خلانا عايشين أقبل علينا رمضان وصمنا رمضان بس عندنا مثلا 15 يوم أو طلب من رمضان السابق إيه يصير يعني إذا رمضان يقبل أيام إذا صمنا شهر رمضان تقبل ذيك الأيام دي لو تبقى طلب علينا؟ نعم. السؤال الثاني هل صحيح رؤية الميت في المنام تدل على حاله أم هي مجرد أحلام؟ طيب يا هدى. وإذا مثل الميت عنده مبلغ من المال بس هو ما يعني مو إلى الفلوس يعني مو من عنده هو ما عنده لا راتب ولا هاي مبلغ مخلينا عنده مثل يصرف به على البيت هل تستخرج من عنده زكاة؟ يعني هو خلف مبلغ من المال؟ لا ما خلفنا بس هو هيك مخلينا عنده يصرف به على البيت يعني هو مو إلى مثل الجمعة. منو هذا انت سالتيني قلتي لي الميت اي اخوه الله يرحمه اخو الميت اي اخوه هو يا الميت. طيب اخو الميت هذا المال لمن اصلا؟ احنا مثل انا مثل مخلي عنده مبلغ من المال كان بيصرف بيه على البيت يصرف بيه هيك يعني على البيت هو بس مو هاي الي يا اخت هدى اخت هدى رضي الله عنك الان المال هذا لمن لك ولا لابيك؟ لا هو احنا بيناتنا مجمعينا ومخلينا عده مثل احنا للاخوان مخلينا عده هو توفى الله يرحمه. طيب المال الان وين؟ موجود عند من؟ بيد من؟ موجود عندنا بالبيت. طيب تصرفون منه يعني؟ اي نعم هو بحدود يعني مليونين او ثلاثة. طيب يا هدى ابشر ان شاء الله. ونسبة الزكاة مثل جديد بالمية. طيب ابشر ان شاء الله بوضح لك باذن الله. تفضل ام محمد. هدى عندها شيء؟ هدى معانا؟ راحت هدى؟ ها تفضل يا هدى راحت. طيب تفضل يا ام محمد. ام محمد تفضلي. مرحبا محمد معانا؟ نعم
نعم شيخ معاك تفضلي اختي تفضلي. يا شيخ عندي موضوع يخص صديقتي بألمانيا وهو الموضوع شوي اجتماعي وحرج. ايه هذه صديقتي مسلمة فالامور الظروف اللي مرت فيها بألمانيا وطريقها وتسفيرها لبلدها انه خلوها تضطر تصير على دينهم المسيحي بس هي بالبيت تصلي صلاة الاسلام يعني بس قدامهم كرؤية حتى انه لا يطردون اولادها ويطردوها من هذا البلد. فابنها توفى فدفنتها بمقبرة الاسلام فهسه هم محاربينها هي تقول انا على ديني ما غيرته اصلي واصوم على ديني بس كرؤية قدامهم انا صايرة على دينهم. فابنها من توفى تقول انا شلون يعني ابني ما اعرف راح على دين المسيح على دين الاسلام. فهي بهذا الشيء تبكي وصار لها تقريبا سنة على هذا الموال يعني. كم عمر ابنها؟ كم عمر ابنها؟ تقريبا 6 سنوات ونص. 6 سنوات. ايوه. فتقول انا من رجعت من الكنيسه دخلتهم على البيت سبحتهم وقريتهم الشهاده وقلت لهم احنا مسلمين مو مسيحيين بس قدامهم على مود الاقامه. فيا شيخ هم عليهم ذنب وشنو اللي تسويه هي حتى مثل الله يغفر لها ويغفر لهذا الطفل اللي راح. طيب يا ام هسه انا حايره ما اعرف شو اسوي. تقول ما اعرف انا شو اسوي قدامهم رؤيه انا مسيحيه بس تقول انا باقيه على ديني. يعني يجبرونها اجبار يكرهونها اكراه؟ والله يكرهون الاسلام الصراحه. ها؟ اي اكو عنصريه بالاسلام وكذا ما يصير على دينهم يعاملوا غير معامله. طيب يا ام محمد تسمعين ان شاء الله الجواب. هي منك يا شيخ لان هي تلتق بي تريد منك يعني ان شو تسوي؟ تقول انا ما اقدر اسوي شيء. طيب ابشري. ابقى هيك بس بالرؤيه قدامهم. ابشري يا ام محمد ابشري بعطيها نصيحه ان شاء الله. اشكرك. مرحبا اختي. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ عندي سؤال يتعلق بالزواج. تفضل. يزيد فضلك، لي صديق بلغ من العمر 30 سنة وهو يعني غير قادر على الزواج لاستيقاظه للمسكن يعني اللائق. هو عامل بسيط يعني. فقرر الزواج من امرأة نصرانية وهي أكبر منها بتقريبا 20 سنة ويقول أنه يريد زواج منها بنية تحصين نفسه والابتعاد عن الحرام وكذلك طلب من الرزق علما يعني أنه بالعلم أنه يعني ينوي زواج من مرأة ثانية في المستقبل إن تيسر له الأمر يعني خارج بلدي ها؟ نعم خارج بلده. طيب. يعني والمرأة الأولى يعني على علم وموافقة أنه يعني إن تيسر له الأمر في المستقبل يعني يعيد الزواج بمرأة ثانية. يعني ناوي يطلقها هو قال أنا أطلقك بعدين؟ لا مش ناوي يطلقها. يعني هو اتفق معها على أساس أنهم يتزوجوا يفضلوا يظلوا مزوجين ولكن يعني استشار اخذ رايها وقال لها يعني ان تيسر له الامر انه يتزوج في المستقبل يعني بدون ما يطلقها. طيب واضح يا عبد الله واضح. والمراه يعني قابله يعني اريد اعرف ما حكم الزواج يعني من ما حكم هذا الزواج وما حكم الزواج من مراه اكبر سنه اكبر ما سن منه. طيب يا عبد الله ابشر ان شاء الله. بارك الله فيك. وفيك بارك، نكتفي بهذا القدر. طيب ارجع الى الاسئله، ام ايمن بارك الله فيها تقول هي وزوجها يحملون يعني مرض الانيميا، تقول حرصت على انه تنجب طفل، الطبيب نصحها بان هي وزوجها لا يمكن لانه هذا ممكن انه يحمل الطفل الفيروس هذا او المرض هذا عفوا. تقول ما ادري هل الان يعني استسلم لقول الطبيب ام اتوكل على الله؟ يا ام ايمن بارك الله فيك توكلي على الحي الذي لا يموت. توكلي على الله وانجبي طفل، اسال الله جل وعلا ان يبارك فيه وحصنوه بذكر الله جل وعلا. النبي عليه الصلاه والسلام قال حث الرجل اذا غش امراته ان يذكر اسم الله، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. واذا ولد يعني حنكوه
احلقوا شعر رأسه يوم السابع وتصدقوا بوزنه فضة، وكذلك سموه الاسم الطيب واذبحوا العقيقة عنه يوم سبعة، واسألوا الله جل وعلا أن يبارك فيه، وهذه كلها بيد الله جل وعلا. فيا أخت الفاضلة، هذا حق مشروع لك وله، وأنتم بحاجة إلى طفل، فاستمر بهذا واسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه، وتوكلي على الله سبحانه وتعالى. أم أيمن تسأل عن حكم قتل النمل في البيت، تقول النمل مؤذي، ما في بأس. الأصل يعني إذا كان أي شيء يؤذي الإنسان في البيت وكذا ما في بأس، أول شيء يدفع. يعني أول خطوة يا أختي أم أيمن تحجرون علي، يعني تقول أسألك بالله العظيم إلا خرج ثلاث مرات، إن خرج هذا النمل الحمد لله، إن لم يخرج ما في بأس بقتله، ولكن بغير النار، ما يحرق بالنار إلا رب النار، ما يجوز تحريقه بالنار، ممكن بالبخاخات هذه، وممكن بال يعني الأشياء اللي تقضي على هذا النمل، أو تسكير بيوت النمل مثلا بالإسمنت وغير ذلك، كل هذا مشروع والحمد لله. أم محمد تقول ابنها صغير جدا عمره 10 أشهر، هل يجوز أن نلبسه سوار الفضة؟ ما في بأس، يجوز تحلية الأطفال بالذهب والفضة حتى لو كانوا ذكور ما داموا صغارا. لكن يا أخت الفاضل أنبهك على شيء، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يجلب العين، لأن بعض الأطفال يعني إذا حليتيهم مثلا وكذا ربما أصيبوا بالعين. وقد رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه طفلا تأخذه العين، يعني جميل ومرتب وكذا، فقال دسموا نونته، يعني سودوا نونته التي هي تكون في الخد، يعني ضعوا عليها شيء حتى لا تأخذه العين. فيا أخت الفاضل اجتنبوا مثل هذه الأشياء، ما في بأس أن الطفل يحلى بالذهب بالفضة بالأشياء هذه ما دام صغير، لكن إذا كبر لا يجوز، إذا كبر ما يحلق مثل البنات، ما يحلق مثل البنات، أما ما دام صغيرا ما في حرج. أم محمد أيضا تسأل عن الكفتة، كفتة من لحم البعير، تقول هناك كفتة من لحم البعير، بالنسبة إذا أكلناها ينتقض الوضوء؟ نعم يا أخت الفاضل ينتقض الوضوء في أصح قول أهل العلم، وهو من فردات الحنابلة وعليه الدليل. الجمهور طبعا ذهبوا إلى عدم نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، لكن الحنابل عندهم دليل، وهو حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قالوا أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. وقالوا أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قالوا أنصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. فدل هذا على أن لحم الإبل ناقض للوضوء. طبعا الجمهور يصرفون الأمر هنا، يصرفونه إلى الاستحباب وذلك لأدلة أخرى، لكن الصواب وخروجا من الخلاف من أكل لحم إبل فليتوضأ. أم محمد تسأل عن الزكاة، تقول كم نطلع؟ يا أخت الفاضلة الزكاة نصابها إما أن يحسب بالفضة أو بالذهب، والذهب تسألين مثلا عن سعر الجرام، كم سعر جرام الذهب الآن؟ تضربين ب85 يطلع عندك النصاب، هذا النصاب هو لزكاة. وبعض العلماء يقولون ينظر إلى أحد النصابين إما الذهب أو إلى الفضة، وينظر إلى حظ الفقير، الأحظ للفقير عفوا، ما هو الأحظ للفقير؟ فالآن سعر جرام الفضة كم؟ 4 دراهم مثلا، 4 دراهم يضرب ب595 مثلا يطلع المبلغ، إذا وصل المبلغ إلى هذا الحد يجب فيه الزكاة، حتى لو كان عندك يعني إذا قلنا 495 في 4 كم يطلع؟ 2000 إلا شيء أو 2000، 2000 وشيء، هذا فيه الزكاة، 2000 وصاعد فيها الزكاة، بارك الله فيك. أم محمد تقول هل الحامل تفطر في رمضان؟ نعم يجوز لها أن تفطر، أجمع العلماء على أن الحامل والمرضع لهما أن يفطرا في شهر رمضان، لأنهما يعني محتاجتان إلى الفطر. ولكن لو صامت الحامل ما عليها شيء، تقول الحامل والله أنا أتحمل أصوم تصوم ما فيها شيء، مرضع تقول والله أنا أتحمل الحمد لله أصوم تصوم، لكن إن احتاجت إلى الفطر أفطرت. طيب ماذا تعمل بعدين؟ تقضي هذه الأيام سواء أفطرت خوفا على نفسها، أفطرت خوفا على نفسيهما، أو أفطرت خوفا على ولديهما الحامل والمرضع، فإن عليهم القضاء فقط، ولا يأخرون القضاء بعد ما ينتهي رمضان مباشرة، أو بعد ما يعني بعد ما تجد المرأة الحامل والمرضع أنها الآن غير محتاجة، يعني الطفل غير محتاج إليها، أو أنها اكتفى مثلا، تقضي هذه الأيام بارك الله فيك.
حسين من أندونيسيا يقول سمعتك بـ 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 تفتي بأنه ما يجوز الصيام بعد منتصف شهر شعبان. يقول أنا بدأت أصوم قضاء، هل علي شيء؟ ما عليك شيء يا أخي الفاضل، هذا صوم التطوع، هذا الصوم اللي من عند الإنسان جاء يصوم بعد ما انتصف الشهر يبدأ يصوم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. أما اللي عليه قضاء سواء الرجل أو امرأة ولو بقي يوم واحد على رمضان يجب أن يصوم ما دام أن قضى، إلا هذا 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 واجب، الذمة يعني مشغولة بهذا الحق. فأنت يا أخوي حسين ما عليك شيء بارك الله فيك، لأن هذا قضاء من رمضان الفائت. حسين أيضا يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا دخل يوم الجمعة والخطيب على المنبر ما هو الأفضل في حقه، يجلس ولا يصلي ولا يجلس يستمع الخطبة؟ يا أخي الفاضل المشروع في حقه أن يصلي وأن لا يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة على المنبر يخطب فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس، رآه النبي وسلم جلس فقال له صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيا أخي الفاضل حتى لو كان الخطيب يخطب على المنبر وأنت دخلت وما صليت ركعتين، لا صلي ركعتين وأوجز فيهما، يعني خففهما جعلهما خفيفتين وسلم وتكمل سماع الخطوة بارك الله فيك. هدى تقول بأن عليها 15 يوم من رمضان الفائت والآن يدخل رمضان، تقول هي الآن إذا صمنا رمضان سقطت 15 يوم الماضية أم لا؟ لا يا أخت الفاضلة ما تسقط بارك الله فيك، رمضان هذا ما يسقط هذه العبادة المتقدمة، أنت ذمتك الآن مشغولة بهذه العبادة، أنت مطالبة الآن من الله جل وعلا ب15 يوم، وكون رمضان يدخل ما يمسح ما مضى من الأيام الواجبة، بعد رمضان بارك الله فيك اقضي هذه الأيام. وشوفي يا أخت هدى إذا كنت تساهلتي في القضاء وفرطتي وتكاسلتي تقضين هذه الأيام وتطعمين مع كل يوم مسكين، يعني 15 مسكين مع 15 يوم هذه لتقضينها، أما إذا كنت لا ما فرطتي ولا تساهلتي ولكن عندك مشاغل عندك متاعب عندك يعني أشياء تمنعك من الصيام، ما عليك إلا القضاء فقط. وهذا طبعا الكلام مو بلك بس، هذه لكل امرأة أو لكل رجل يتعامل مع القضاء بمثل هذه الطريقة بارك الله فيك. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. كم الله من جديد. الأخت هدى أيضا في سؤالها الثاني تقول هل صحيح أن رؤية الميت تكون على نفس الحال التي يرى فيها في المنام؟ لا يا أخت الفاضل غير صحيح، هذا غير صحيح، ليس فيه نص لا من قرآن ولا من سنة، وما في إجماع على أن والله من رأى ميت على حالة معينة هو 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 هذا الواقع، هذا غير صحيح بارك الله فيك. هدى تقول يعني هناك ما أدري يعني حقيقة سؤالها مش واضح، لكن عموما تقول عندنا مبلغ وكان موجود عندنا الميت، تقول هذا المبلغ نصرف منه وكذا الآن موجود. أنا طبعا فهمت أن الآن المبلغ هذا موجود، المبلغ هذا يحول عليه الحول، هل فيه الزكاة؟ نعم يجب عليكم أن تزكوا هذا المبلغ اللي جمعتوه أنتم الآن مجموعة، جمعتم هذا المبلغ قد بلغ النصاب وضعتوه للبيت مصاريف للبيت تخرجون منه الزكاة يا أخت هدى بارك الله فيك إذا حال عليه الحول. أم محمد طبعا ذكرت مسألة لصديقتها تقول بأنها مسلمة وهاجرت إلى ألمانيا حسب ما ذكرت، تقول ما أرادت أن تحصل على إقامة هناك أجبروها على أن تكون مسيحية، تقول هي في الظاهر قالت بأن مسيحية وذهبت إلى الكنيسة ولكن في قرارة نفسها هي مسلمة تصلي، ولما رجعت هي وأولادها غسلتهم نطقتهم الشهادة، تقول توفي أحد أولادها عمره 6 سنوات، تقول هي الآن محتارة ماذا عليه. يا أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان لا يجوز له أبدا لا ظاهرا ولا باطنا أن ينتقل عن ملة الإسلام لا مازحا ولا جادا لا ظاهرا ولا باطنا، يحرم عليه ذلك إلا في حالة واحدة فقط وهي حالة الإكراه، بمعنى أن يقال له إما أن تنتقل إلى ملة غير ملة الإسلام وإلا قتلناك الآن. هنا حتى هذه الحالة يجب أن يكون صدره مطمئن ومنشرح بالإسلام، يقول جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره والعياذ بالله. فما كان لها أبدا أن تنتقل بمثل هذه الصورة خاصة وأن غير مكرهة
وأنا أعرف الدول الأوروبية هذه ما تجبر أحد على ترك الإسلام أبدا. أنا درت في أوروبا وجدت كثير من غير المسلمين ينتقلون إلى الإسلام ولله الحمد، ولا أعرف أبدا أن كنيسة من الكنائس تقول إما أن تدخل وإلا كذا وكذا، مو بصحيح هذا الكلام، هذا غير صحيح. أنا في حدود اطلاعي وفي حدود معرفتي وفي حدود أيضا سماعي، فهذا هي اختيار منها هداها الله. الواجب عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تراجع نفسها وأن تعود إلى ملتها ودينها، وهي ولله الحمد مسلمة ما زالت، لكن يجب عليها أن ترفض هذا العرض وأن تعود. والله لأن تعض على الأرض وتأكل التراب ها خير لها من أن تأكل الفالوذج وتأكل النعم هناك رضاء لحصول على إقامة والله وتنتقل من دينها حتى لو كان ظاهرا. فأخبريها بهذا يا أخت الفاضل، الدنيا هذه قصيرة، الدنيا هذه مدبرة، الدنيا هذه الناس عنها راحلون، فالواجب عليه أن تتقي الله وأن تظهر إسلامها هناك. هناك مراكز ومساجد واتصالات كثيرة تأتينا من كل دول أوروبا، كلهم لله الحمد يمارسون الشعائر والعبادات بكل أريحية وبكل طمأنينة وراحة. أخبريها أنها تمارس شعائرها ظاهرا وتلتزم بدينها، وإذا أبوا، إذا صار عندها مشكلة مع إنسان مثلا ضحك عليها ولا كذا، تحاول تنتقل إلى بلد آخر أو تعود لأقرب بلد مسلم تعيش فيه، ولو تعيش على السؤال ومد اليد خير لها من أن تعيش في القصور هناك على غير ملة الإسلام. أما ابنها الصغير ما عليه شيء الحمد لله، ما دام صغير هو تابع لوالديه، تابع لأبيه لأمه، صغير هذا غير مكلف، لكن من الآن تنتبه لنفسها ولا تستجيب لمثل هذه القضايا، والحمد لله غير مكراهية هي والله علشان الحصول على هذه الورقة بس الإقامة. كثير من بلاد أوروبا وغير أوروبا تستقبلها ولله الحمد من دون شرط تغيير دينها وملتها. هي عندها خلل، هي صديقتك هذه عندها مشكلة، هي إما عندها خوف شديد، إما أنها صور لها ذلك، إما أن شخص مثلا ضحك عليها وقال لها ما تحصلين إلا بمثل هذه الطريقة، وهذا حقيقة كلام غير صحيح أبدا ومرفوض، ويجب عليه أن تراجع نفسها. نعم. عبد الله من الجزائر طبعا يقول عند صديق بلغ من العمر 30 سنة وغير قادر على الزواج، يعني عنده ظروف السكن وما السكن، يقول تزوج امرأة نصرانية تكبر أكثر من 20 سنة، وقال لها بأنني أنا سأتزوج امرأة مسلمة بعد ذلك. هو يسأل الآن عن حكم زواج الإنسان بامرأة أكبر منه، ويسأل عن الزواج بهذه المرأة. يا أخي عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزواج الرجل من امرأة تكبره بسنوات طويلة ما في شيء، يعني الرجل والمرأة سواء، المرأة تتزوج رجل أكبر منها 10-20 سنة ما في بأس، رجل يتزوج امرأة أكبر منه 20 سنة و30 ما في بأس، الأصل فيه الحل والإباحة والجواز. هذه القضية الأولى. القضية الثانية بالنسبة للمرأة الكتابية، يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية وهي يعني أهل الكتاب، أهل الكتاب، يقول جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المحصنة هي المرأة الكتابية، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، بشرط أن تكون محصنة. ما معنى محصنة؟ الإحصان يرد في القرآن على معاني، وكلها لا وكل واحدة لها تفسير على حسب السياق القرآني. المقصود هنا بهذه الآية المحصنة هي المرأة التي لا تمارس الزنا ولا البغاء، امرأة نظيفة ما تمارس الزنا ولا البغاء، يجوز أن يتزوجها بهذا الشرط بارك الله فيك، ولا ما في بأس لو دعاها إلى الإسلام وخيرها في ذلك. قضية والله يعرض عليها وافقت، هذه مسألة طبيعية، يعني هذه مسألة طبيعية. أهم شيء أنه لا يقول لها أنا سأتزوجك مدة معينة فقط، هذا ما يجوز، هذه متعة محرمة. أما إذا قال لا والله أنا أتزوجك وسأتزوج عليك، أنا محتاج وحدة في سني، وافقت هذا شيء طيب وراجع لهما. نعم فضل محمد. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بدي أسألك بالنسبة لتوقيت الصيام بالدنمارك، في بعض العلماء المشهورين يعني بالإذاعات التلفزيونية أفتوا أنه في جواز الصيام على توقيت أم القرى استنادا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدجال واحضروا لهذا اليوم قدرة. نعم. وبالنسبة لصلاة العشاء عنا نحن هون إنه ما في الشفق الأحمر، يعني ما بنوجد، ونحن يعني بنروح المدرسة الساعة 6:30 صباحا، يعني حتى رمضان بيكون عنا مدرسة بهذا التوقيت. نعم.
وحتى بالنسبه للعشاء هون بيصير عندنا العشاء بتوقيت الساعه 12 12 ونص تقريبا لحد الان. نعم. فاحسوا انه كمان انه بجواز الصلاه بعد صلاه المغرب يعني. فنحن بدنا بس انه جمعها مع المغرب يفتون. نعم. طيب ابشر يا محمد. انه هل يجوز اهم شيء الصيام انه هل يجوز افتاءهم انه نحن نصوم على توقيت ام القرى؟ اخوي محمد بالنسبه لكم انتم الشمس تطلع وتغيب عندكم؟ تطلع وتطلع الشمس وتغيب يعني بيكون عندنا ساعتين تقريبا الليل اللي بيجي شيخنا. كيف هو نحن اذا نحن سهلنا في الصيام يعني اذا صمنا نفترض على توقيت ام القرى وقضيناه بالشتاء هيك بصير نحن اغلبنا عم يقضي بالشتاء عرفت كيف ما بيكون الا بركه في رمضان. ما خالف خلنا من هذه هذا احد الحلول هذه. لكن انتم كم النهار عندكم من ساعه؟ هلا صيامنا حيجي هذه السنه 21 ساعه. 21 ساعه. نعم. طيب يا اخي الفاضل ابشر بفصل لك ان شاء الله. كثير مرحبا. فضل ام صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هذاك يا شيخ. مرحبا اختي. لو سمحت عندي سؤالين. تفضلي. انا لما اصلي العشاء مرات لأقيم الليل يعني انت حكيت سمعتك عطور بسمع بحب درسك كثير يعني ما شاء الله عليك دغري بعمل الشفع ايه وباخر الوتر مع القيام بصير طيب يوم يعني بعد صلاة العشاء والسنة بصلي الشفع اها بصير اخليه يعني بس اخلي الوتر ولما اقيم يعني القيام ايه؟ يعني على الساعه 11 الساعه 12 بكمل الوتر. كم تصلين الساعه 11 12؟ والله بكمل اغلب الايام 8 ايه؟ والوتر. طيب يوم صلاح ابشر. وبدي اسالك سؤال ثاني معلش لو سمحت. اي تفضل. انا كثير بكون بصلي مرات يعني بصلي يعني في السور الكبيره وبنسى مرات يعني بنسى شو الآية اللي بعدها وبكون يعني قارية آيتين بس ايه؟ ببدي صورة ثانية بصير تنتقل إلى صورة ثانية ها بنتقل لأن بنسى بستنى شوية مشان أتفطن وما بتفطن لأن يعني ست كبيرة مش صغيرة يعني أنت حافظي عن الصور هذه؟ أنا حافظ سورة ياسين كثير بقرأها والملك وهيك مرات يعني وابن البقرة أولها وهيك ببدأ أقرأ بعدين مش بعد بنسى الآية. أبشر يا أم صلاح وضح السؤال. الله يخليك طول عمرك. مرحبا أخت. الله يخليك. أهلا وسهلا مع السلامة. تفضل أم يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ مرحبا أختي. يا شيخ أنا عندي بعض الأسئلة أريد أسألك عنها. تفضل أختي. شيخ اني عندي مرات احلف يعني مثلا على الاطفال يمكن فهسه دا اوفي النذر ثلاث ايام دا اصوم يعني هل اصوم يوم بعد يوم لو عادي يعني اصوم اثنين وخميس. طيب ممكن تذكري لي كيف تحلفين على الاطفال؟ يعني مرات مثلا يضوجوني بشغلات احلف عليهم اقول لهم والله ما اسوي هذا الشيء بعدين ارجع يعني اسوي هذا الشيء. طيب طيب. والسؤال الثاني صديقتي حالفه يعني على زوجها قالت له تحرم علي. هي حالفة على زوجها؟ ايه. قال لها ترى تحرم عليها؟ ايه. طيب. والسؤال الثالث شيخ زوجي يعني صمت شان وملتزم وفرض فرضة ويعني كلش ملتزم ويقرا القران ويحدثنا هسه هالفترة هاي صار لها ثلاث اشهر يعني عنده في الشغلات كلها يعني على الفيس وهاي البرنامج وراس البنات وشغلات شيخ كلش مو حلوه يعني. زين. ويعني يهددني يقول لي لو ابقى انا على هيك شغلات لو اتزوج. يعني الشيخ في مره شغلات يعني متو يعني حتى اطفاله يقولون هذا مو بابا مو تصرف بابا كان ملتزم بالصلاه والصلاه وقت بوقته للمسجد هسه حتى المسجد تركه قام ما يروح يصلي بيه. الله المستعان. طيب يا اختي ابشر يعني صلي بس بالبيت ومعاملته كلش سيئه وياي ويا اطفالي فانصحني يا شيخ شو اسوي انا يعني دمرت هسه ما اقدر اقعد ادعي وانا ملتزمه الحمد لله صلاه وقران وصيام. ابشر يا يحيى ابشر تسمعين ان شاء الله الجواب والنصيحه باذن الله. تسلم يا شيخ الله يبارك فيك. مرحبا تفضل مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرة الشيخ عندي سؤالين بس أريد أسألهم. تفضل أختي.
السؤال الأول، جيراني مريضة، أعوذ بالله، مرض السرطان وتوفت، بس هي عندها دين شهر رمضان ما صامت لأن كانت بيها مريضة وكلش تعبانة. فأنا قلت يعني سامعة بأن الدين لازم ينقضي، قلت الحماس على مدرجلها يصوم، فقالت هو ما يقدر يصوم لأن لا هي بالشغل وتعبان، يعني يصير إحنا نصوم بدالها. أختي مصطفى، يعني هي رمضان طبعا اللي عليها، هي كانت بعدها مريضة ما استطاعت تصوم. لا طيب إن شاء الله بجيبك بعد شوي. السؤال الثاني، السؤال الثاني الشيخ، لما أصلي أنا ألزم القرآن وأقرأ به، يعني هذا يجوز أو ما يجوز؟ أمي تقول لي لا، خاف تلتهين ويا القرآن والكلام وتلتهين الصلاة، فأنت شو تقول شيخ؟ أبشر يا مصطفى، أهلا وسهلا. شيخ أريد رقمك الخاص لو سمحت. أرجع الكنترول أختي أعطينك إن شاء الله. أم سلطان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أختي. سمحت يا أسئلة. تفضلي. أول شيء بغيت أتأكد من صحة هذا القول، ما من مات يوم الجمعة عفي من عذاب القبر، من عذاب القبر. أي. ما صحة هذا القول؟ وبعض الناس يقولون يعذب فيما بعد لهو يوم السبت، هل هذا كلام صحيح؟ السؤال الثاني، إن للصائم دعوة لا ترد، هل هذه الدعوة قبل الإفطار أو إنها طيلة فترة الصيام؟ نعم. السؤال الثالث، إذا سافر الإنسان إلى بلد معين، مثلا نحن نستطيع معنا نريد نسافر مثلا إلى دولة الإمارات، هل نصلي تحية المسجد إذا دخلنا المسجد؟ طيب يا أم سلطان، جزاك الله خير، أهلا وسهلا، نكتفي بهذا القدر. طيب أرجع للأسئلة. الأخ محمد من الدنمارك يقول بأنه الصيام عندهم في الدنمارك طبعا مثل ما ذكر 21 ساعة، يقول هناك من أفتى بأنه يجوز أن يصوموا على تقويم أم القرى استنادا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام للدجال في موضوع الدجال، فاقدروا له قدره، وأيضا سأل عن موضوع صلاة العشاء وقضية ما يرون الشفق الأحمر والفرق. طبعا أنا أجبت بعض الإخوة الذين حول الدنمارك كلهم، يعني لما اتصلوا أجبتهم على هذا المسألة، لكن ما في بأس أني أعيد للأخ محمد. يا أخي محمد بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه قاعدة شرعية، وهي أن كل بلد تطلع فيه الشمس وتغرب يجب على أهل الإسلام أن يصوموا منذ طلوع الفجر اللي هو الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لأن هذا هو نص القرآن وأيضا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا طلعت الشمس منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم، هذا بإجماع أهل الإسلام. وهذا يعني يستوي فيه من في الدنمارك ومن في مكة ومن في الشارقة ومن في أي بلد من بلدان العالم. المهم ما دام أن الشمس تطلع عندهم وتغرب يجب عليهم أن يصوموا ما بينهما حتى لو كان 23 ساعة، حتى لو كان مثلا إلى هذا الحد. طبعا أنت تقولي 21 ساعة، هذا الذي يجب أن يلتزم. أما قول والله بأنه ينظر إلى تقويم أم القرى وأيضا ينزل الحديث ويسقط بمثل هذه الصورة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يعني حتى هذا الحديث المفترض مع أنه غلط تنزلا، أنهم يقولوا أقرب بلد، ما يروحون إلى مكة من الدنمارك إلى مكة، إنما يأخذون أقرب بلد، ومع هذا غلط. هذا أقرب بلد في الذين لا يرون الشمس، عندهم ستة أشهر ليل ستة أشهر نهار، مثل ما عندكم بعض الدول الإسكندنافية بهذه الطريقة. إذن هذا الأمر الأول. ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي قضية طيب ماذا يفعل الإنسان. أقول هل يستطيع أن يصوم 21 ساعة؟ إذا كان يستطيع فالله يوفقه ويعينه ويسدده، إن شاء الله الأجر على قدر المشقة والتعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك. إذا ما استطاع يصوم، إذا وصل والله إلى الظهر إلى 15 ساعة وخلاص قال والله أنا ما أقدر، يفطر بالنص الشرعي، لأنه الآن هذا محتاج إلى الفطر، يخرج على أنه مريض، يفطر ويقضي بعد ذلك ولا حرج عليه. يا أخي الفاضل حتى لو جاء، لأن أصلا الزمان يدور يا أخي محمد، الزمان يدور وسيأتي الوقت على أوروبا يكون النهار قصير والليل طويل، حتى في مثل يعني في مثل رمضان، مثل ما يحصل عندنا أحيانا في منطقتنا بعد كل 30 سنة يحصل تغير وتبدل. فيا أخي الفاضل نعم
يفطر ثم يقضي ولو في الشتاء ولو كان النهار 5 ساعات أو 4 ساعات، لأن هذا هو الحد الشرعي. يعني الآن إذا طلعت الشمس من هنا وغربت الشمس من فقد أفطر الصائم. يعني لو افترضنا النهار 5 ساعات خلص 4 ساعات هذا صيام الحمد لله. فإذا طال يصوم وإذا قصر يصوم، ما في بأس يقضي بارك الله فيك. وأما هذه الفتوى فهي غريبة، غريبة جدا، أنهم ينتقلون إلى أنا أعرف أنها موجودة لكنها غريبة مصادمة للنص ومصادمة للعقل. يعني كان الأولى يعني على التنزل مثل ما ذكرت أن يقولوا أقرب بلد. نرجع إلى موضوع الصلاة، صلاة العشاء أيضا نفس العملية يا أخي الفاضل. العلماء الذين أفتوا بأنه ينظر إلى أقرب بلد، هذا في البلاد التي يستوي فيها يكون فيها 6 أشهر نهار و6 أشهر ليل، بمعنى ما يرون الشمس، هنا فقدروا له قدرة. أما أنتم يا أخي الفاضل ما دام أن الشمس تطلع وتغرب فإنه يجب عليكم أن تلتزموا بأوقات الصلوات. وأنا نصحت الإخوة الذين عندهم عمل شاق وكذا، إذا جاء المغرب صلوا المغرب ثم أخذوا راحة، قسط من راحة قبل الفجر بنصف ساعة أو بساعة إلا ربع، يقومون يصلون العشاء. لأنه في قول عندنا بأن صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار إلى منتصف الليل ووقت ضرورة إلى أذان الفجر. فبإمكانهم يقوموا قبل أذان الفجر بنصف ساعة يصلون العشاء ثم ينتظرون الفجر ويصلون، ثم بعد ذلك يأخذون راحتهم. بمثل هذه الطريقة يا أخي الفاضل هذا هو الجانب الشرعي المتعلق بالحالة اللي أنتم فيها. أم صلاح بارك الله فيها تقول لما أصلي العشاء أقوم فأصلي ركعتين والشفع ثم أؤخر الوتر إلى آخر الليل. يا أختي أم صلاح بارك الله فيك، هو الشفع يقولون الله يرضى عليك هو الذي يتقدم الوتر، فما هو معقول أنت تقدمين الشفع وبعدين تقومين الليل الساعة 11 أو الساعة 12 ركعات وتصلين الوتر. فأنا أنصحك بالتالي الله يرضى عليك يا أم صلاح، تصلين العشاء ثم تصلين سنة العشاء البعدية، السنة الراتبة هذه سنة العشاء البعدية وبس، تكتفين بهذا. تبغى تصلي ركعتين ثانيات غير الشفع صليها ما في بأس، صلي لكن غير الشفع، صلي 2 4 6 ما في مانع، هذا كل وقت للصلاة ولله الحمد. إذا جيت آخر الليل الساعة 12 مثلا أو 1 وجيت تقومين الليل صلي 11 ركعة، تسلمين من كل ركعتين بارك الله فيك، وركعتين الأخيرات اللي تسمونها الشفع هي اللي قبل الوتر بارك الله. بهذه الطريقة تكونين وافقت سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أم صلاح تقول بأن أحيانا تقوم الليل وتقرأ من السور الكبيرة وتنسى، تقول أحاول أتذكر ما أتذكر أنتقل إلى سورة ثانية، ما الحكم؟ ما في شيء، يجوز للإنسان إذا أغلق عليه وما استطاع يتذكر الآيات أنه ينتقل إلى سورة ثانية ويكمل الحمد لله، ما عليك شيء في مثل هذا. ها نختم أفها. أم يحيى ومصطفى أم سلطان والله يعتذر منكم، المخرج يقول انتهى وقت البرنامج، غدا إن شاء الله أستفتح اللقاء بالإجابة على أسئلتكم. أشكر الجميع والسلام عليكم ورحمة الله.